فيكم على قناة راعي المسمار. هنا معاكم فيديو جديد كيف تدرب كلبك على انه يضل بجنبك اثناء المشي وما يبعد عنك. اوكي سيت. لهذا الاشي في 3 خطوات. راح ابلش بالخطوة الاولى. طبعا معاي التريت على جهة الشمال لانه الكلب دايما على الشمال. راح يكون بالبيسك بوزيشن اللي هو الوضعية الاساسية للهيل، انه مستوى رجلي على مستوى رجلي بالضبط وعلى جنبي الشمال، وبكافئه يس مع كلمة يس انه هو بهاي الوضعية عشان يكون مرتاح. يس يس. الخطوة الثانية راح امشي مع زوس وراح اكافئه اثناء المشي، بعدين بس اوقف برضه راح اكافئه بهذا الشكل. هيل يس 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 يس. اثناء المشي كنت اعطيه التريت. هلا الخطوة الثالثة والأخيرة راح أكون ماشية ما في تريت بإيدي وبس أشوفه ماشي صح بعطيه تريت. إذا بعد عني بليش بإيدي اليمين راح أسحبه لعندي، يعني زي سناتش صغيرة. وزوس لابس كولر عادية مش بينش كولر، فبس عشان يقرب علي، ولما يكون بالوضعية الصح وبيمشي صح بعطيه تريت. أوكي here yes yes. شفتوا ما وقف صح فما بعطيه here yes. ما تخلي الكلب يضل يلحس بايدك وهو قاعد بيمشي، بس اذا لحسك ضايقك ضل ينطنط بس هيك اطرقه على منخاره، بس مش قوية كثير ولا كثير خفيفة عشان ما يضايقك بالمشي. يس هيل لما توقفوا ما تحكوا ست، خليه يوقف لحاله عشان يضل فاهم انه كلمة هيل مش معناها بس لازم امشي بجنبها، معناتها انه لازم يضل مستوى رجليه على مستوى رجليه بالضبط، يضل بالبيسك بوزيشن وين ما اكون رايحة، يمين شمال بمشي دغري برجع لورا، يضل بهذا البوزيشن. رح اعمل اخر لفة هيل. زي ما انتم شايفين ما في تريت بايدي، إذا بعد عني بسحبه بالإيد اليمين اللي فيها الليش. وقف تمام معطي يس. عشان تطوروا من الهيل ويصير الكلب يحب يكون على جهتك الشمال، فيكم تعملوا مثلا سيت داون سيت داون، وهو بالبيسك بوزيشن اللي هو الهيل بوزيشن داون. Sit. Yes. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا على متابعتكم لقناتنا، وبليز ما تنسوا تعملوا لايك شير سبسكرايب. باي، واستنونا برضه فيديو جديد.